من البلاد العربية حيكون مطبخنا اليوم من العراق، بلد دجلة والفرات. خلينا نشوف الشيف شو محضرنا اليوم من أطيب الأطباق. مرحبا شيف. مرحبا ملك. كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو في عنا اليوم؟ فاليوم مطبخ عراقي. كمان عملنا مرة قبل مطبخ عراقي، هلا عم نوعه على جديد. فعملنا بشهر رمضان المبارك، هلا حنعمل كمان كم طبخة من المطبخ العراقي. حنعمل كليش عراقي اللي هو حلو مثل كليش بس بعجينة. حنعمل رز مع لام كاتلتس مع ضلع الغنم. رز بيجي بقلبه جزر وبيستاشيو فستق حلبي ولوز. وحنعمل مفروض معروق بطاطا بسموه، بس مثل مفروض البطاطا. بطاطا بتنعمل بانير بتنقلى بنحط حدا دب. الدب معمولة من البقدونس واللوز والخل. بعدين حنعمل باذنجان مقلى بس كمان مثل بانير. وبنحط حدو بندوره وزيتون، عفوا بندوره وبقدونس وحار. اوكي بلش. يلا شو حنبلش؟ حنبلش بالباذنجان. حناخذ الباذنجان. يعني لما انت تقلنا باني اشياء مقلية باني بردد يعني هيدا الشيء من مثلا من تأثر المطبخ العراقي بمطابخ تانية ولا هيدا عراقي عراقي؟ لا اكيد المطابخ كلها، المطبخ العراقي اكيد مأثر المطبخ بس الاشياء الباني يعني انا قصدي انه نحن ما بنشوفها بالمطابخ العربية، بنشوفها بالمطابخ الاوروبية. ايه لانه كمان ما ننسى كان في عندهم اوروبيين عايشين عندهم، اجانب عايشين عندهم، اما عن طريق الانتداب اما عن تجارة، فاكيد اخذوها من شي محل من بلد. ما ننسى مأثرين كثير المطبخ الإيراني لأنه جنبهم، وعندهم تأثر المطبخ الشامي من محل لأنه كمان عندهم الماسورية. فأكيد كل بلد بيتأثر بالدول اللي حوله وبيشوف أشياء هون، مثل بلاد الشام في الأكل اللي اسمه سوفلي بطاطا اللي هي أصلاً 100% فرنسية بس مع الوقت صار اسمه سوفلي بطاطا عندنا، وهي ذاتها تتعامل بفرنسا. نفس الشيء نفس الشيء بس تعتبر لا انه اكيد تفرق شوي. بس هلا نحن بنعتبرها هي اكله عربيه بينما هي ابدا مش هي من فرنسا، من الانتداب الفرنسي على الفرنسي. اكيد ما ننسى كمان الانجليز كانوا منتدبين العراق، فممكن هي تكون اجت عن طريق الانجليز. اما حتى ما ننسى المطبخ العراقي هو يعني كتراث طبخ عراقي 10000 سنه تقريبا عمره. مزبوط كثير قديم، حتى يعني بحفريات لقوا ريسيبيز او وصفات مكتوبه لاشياء بيعملوها بالاعياد الدينيه او مناسبات كبيره. فهيدا قديش كانوا هن ممكن مهتمين بالمطبخ ليكتبوا هالوصفات. عندهم حدود مع تركيا، ففي تاثر المطبخ التركي. في ايام زمان عندهم البابليين اللي هن بلاد ما بين النهرين اللي عندهم دجله والفرات، فكمان مطبخ قديم. وبعدين حكينا قلنا على بلاد الفرس مطبخهم هن الانتداب، حدود مع سوريا، ففي كثير اشياء. وبعتقد كمان حتى يمكن ايام الزغوي تبع بغداد كمان تاثر مع الخلافات الاسلاميه، فكمان لما كانوا العباسيين حاكمين اكيد فهون وصلوا لمرحله لما يعني قد ايه هالبلد انتقلت من خلافه لخلافه ومن لانه بغداد كانت كمان ممر. مزبوط وكانت مشتهره بالحدائق المعلقه. هذه ببابل. مزبوط ببابل، وهن الحدائق المعلقه من العجائب السبعه الموجوده. ايه اكيد هلا بعض العجائب السبعه. ايه اكيد. حناخذ بيض نعمل دغري طنيه، بس هي الطنيه مو فيها طحين، فيها بيض وكعك دغري. نحن اجمالا لما نقلي امرار باذنجان نحط له شويه طحين وملح نقليهم بيطلع شوي كريسبي بيشبه بانيه، بس قصه انه نحن نحط لها كعك عم بصير في عندها مثل قشره اسمك طلع اطيب يعني لكل محبين. في كثير ناس مثلا امرار يوم اي يوم لا بيكون عندهم باذنجان على الغداء، باذنجان مقلي مثلا. انا عم بيت اهلي على طول موجود عندنا باذنجان وقرنبيط مقلي مقالي، فكمان طريقه كثير حلوه انه نحط كعك. اكيد مشاهدينا ما تنسوا الوصفه الكامله موجوده اونلاين اللي حابب يطبخ مثل الشيف. اكيد اذا عندكم اي اقتراحات او اسئله هاشتاج مطبخنا الشيف اكيد رح ترد على كل الاسئله. اكيد هلا البيض اكيد بنحط له شويه مي بس لنخيه شوي، ما بدنا يكون كثير سميك حتى يلزق على الباذنجان. حنحطها هون. هلا حناخذ شويه الكعك، هو عم بستعمل بانكو انا. انه البانكو شوي خشن. اعمل هيك شوي لين عم شوي بايدي شوي صغيره بس بدنا نعمل ما كثير. اعطينا ملح وبهار. تفضل.
حطنا على الكعك. على الكعك. بعد بدك ملح شيء؟ لا ملح بدي. شوية بابريكا. اللي عم نعمله اكيد لازم على طول نعمل الكعك امر طحين سيزن ملح مبهر مش يطلع اطيب حتى ما يطلع طعمه الاكل مش مملح ومبهر يعني بيطلع هيك الطعمه ناقصه شوي 100%. هلا ناخذ كفوف ناخذ صينيه بعد نحط هون كعك عشان ما فينا نحط الكعك دغري على الصينيه بيلزق بعدين تحت بنحط من نفس الماده اللي هي عامله كوت اما مثل جاكيت بقى على طبقه هلا اللي حنعمله حنحط البيض هيك بنرجع نحطه هون بنكملهم كلهم هيك اذا بنحب القشره السوداء فينا نقشرها ايه فينا حتى نعملها قشر يعني نزيحها للبتنجان وهي بعد وحده اكيد اذا بتحب تخليهم يكونوا ارفع كمان لا انا بحبهم اعرض هيك بحس فيهم لحم اكثر الباذنجان اذا كان باذنجان كثير صيفي مثل ما قلنا فينا نحط له ملح قبل نخليهم بالملح قبل شوي عشان ننزل المي على طول الشيف بقول لنا حطوا للباذنجان ملح حطوهم بمصفيه عشان نقدر نتخلص من المي الموجوده فيه عشان ما ياخذ كثير يشرب زيت وقت القلي هيدي اكيد سبق قلت كلهم يستعملوها هالطريقة فعلا فما عم نزيد شيء بس انه على طول في لا كده. بس في كثير مثلا انا من الناس اللي ما كنت اعرف كيف بدي مزبوط انا شو كنت اعمل كنت احط كلينكس وعليهم ال لا بصفي باذنجان والكلينكس تنتلي مي ويرجع يمكن هن يشربوا المي الموجوده بالكلينكس فما كانت تزبط معي مزبوط هلا حنحطهم شوي بالبراد يسقعوا ونحمي الزيت لنقليهم اوكي هلا حنقليهم اكيد انتبه على ايدنا بنحطهم شوي شوي على طول بكون مجهزين محارم عشان يمتص الزيت شوي الزيت ناخذ واحد ثاني ما نحط بمقلايتنا اكثر ما بيساع والا اللي بيصير انه بتبرد الزيت فبتشرب زيت عن جديد اوكي هلا نقليهم وحنقدمهم مع بندورة وبقدونس وعصرة حامض وشوية حار. يامي. كيف طلعوا عم يقرمشوا؟ ايه. تحس كأنه عليهم جبنة عشوائي صح؟ من اللون اللي أخذ الكعك ايه والبيض. اكيد مشاهدينا ما تنسوا الوصفه الكامله موجوده اونلاين اللي حابب يطبخ مثل الشيف واكيد هاشتاغ مطبخنا لاي استفسار او اذا عبالكم شيء نحن نقدمه
وهلا حنعمل معروق البطاطا اللي هو بطاطا ممعوسه ومعموله بريدد بانيه كمان وبس نعملها بان فرايد مش ديب فرايد يعني اوكي يعني مثل السوتي ايه اغلى اعلى يعني اسمك شوي الزيت اوكي حنبلش بطاطا مسلوقه حنمعسها خليني ساعدك انا يا شيخ هلا بس جهز لك الخلطه اوكي بخلطها انا تخلطي انت حنحط معها كعك مطحون تقريبا نفس ما أدير البطاطا السوفلي ولا في فرق؟ لا في فرق شو هي؟ ما فيها لحمة أو شيء هذي اوكي كثير منيحة كطبق نباتي صح؟ اي أو إذا ناس عم يخففوا مثلا استعمال اللحوم بأكلهم بأكلهم بيضة شايف أنا كنت عم بقرأ هيك عن حدائق المعلقة اي ليه عملوا حدائق المعلقة؟ أنا ما بعرف لا أقول لك أنا ليه إرضاء لزوجته حاكم بابل قرر إنه يعمل حدائق المعلقة عشان إنه قدي لا يعبر لها قدي بحبها وهي بتحب الخضار وبتحب الورد وهي كانت بنت أحد قادة الجيش اللي كانوا كتير مهمين بهذاك الوقت حتى يعني لأنه هن مدرجات تقريبا الحدائق المعلقة فكان في صعوبة شوي كيف يسقون خصوصا ببابل ما في كتير مياه يعني قليلة المطر بس عندهم انهر كان مزبوط فكرمال هيك شو عملوا وبعتقد انه هن من اول الناس اللي اخترعوا هيدي الطريقه وصل المياه نظام غي يعني وصل المياه بانابيب بهيدي المدرجات حتى كانت يوميا يستهلكوا تقريبا نحو 37 الف لتر مي يوميا لا يسقون كم جنينه كان مزبوط حتى يعني بابل مش بس مشهورة بالحدائق المعلقة لا في مسلة مشهورة كتير حتى أسوار المدينة كتير مشهورين كمان مزبوط وحتى يعني لو بعدهم بعد المسلة أو حتى بعدهم أسوار المدينة كانوا لليوم هني كمان من عجائب الدنيا ممكن 8 صاروا مش بس 7 الأهل أصلاً إيه مفروض هني كان عايشوا هنيك الأشورية والكلدان والسريان مزبوط إحنا بنعرف إنه بلد العراق مرق بحضارات كتير منشوف فيها حضارات فعلاً عريقة ممكن اختراعات من أيام زمان لليوم بعدنا بنستعملها هلا أنا بعرف شغلة إنه ببلاد ما بين النهرين هالمنطقة تحكي عنها بعد هني اخترعوا الدولاب المبروم ليعملوا العربيات مش هل هذا هاي بعرفها حتى هيدا الدولاب كمان استعملوه بنظام الري يعني أي. كانوا مثل التيوب او النبريش او هيك انابيب الانابيب برمون على هيدا الدولاب ففعلا يعني نحن عم نحكي عن بلد الى تاريخ عريق جدا حضارات وحضارات كثير كبيره قطع عليها كثير حضارات العراق طبعا من اسلاميه ل كل شيء من قبل لليوم من يعني من زمان بيقولوا قطع عليها كثير وكان عندها تاريخ كثير حافل فلذلك بتلاقي في كثير تاثر بمطبخهم يعني في اكل من جميع الاشكال هنحط ثوم معه حطينا بصل اخضر ثوم كركم ملح بهار اسود كمون اذا ما نحب الثوم فينا نحط ثوم بودره أنا ما بحب نكهة الثوم البودرة بعتقد إن الثوم الحب أطيب هلا في ناس ما بحبوا طعمة الثوم بس هو مع إنه بس ينطبخ خلاص يعني مبدئيا بس أنا أحط معه ثوم بودرة هلا هنعركهم تعرك أنت وياه اسمه مش هيك اسمه معروف البطاطا حتى نحن يعني بنشوف هون بالبلاد بالخليج ونحن موجودين بالامارات تلاقي في كثير مطاعم عراقيه مشهوره بالرز بال شو في اشياء عندنا المزقوف هو كثير مشهور ايه شو هو هيدا شك المزقوف هو سمك بينشوى على الحطب بس بعيد عن النار يعني ما بينحط دغري فوق يعني النار. من وهج النار من وهج النار هذا طبق كثير مشهور عاده سمك نهري من العراق طبق كثير مشهور بالعراق اكيد هن حتى عندهم محاشي بحبوه هل اكيد المحاشي تاثر من المطبخ التركي فلا عندهم وجبات كثير يعني مشهوره فعلا انا مثلا بشوف مطاعم كثير مرتبه بتكون هي بس مطاعم عراقيه بتقدم الاكل العراقي وفي عليها تهافت من العالم والناس بشكل لانه كمان ما ننسى اكلهم اساسه رز
ايه يعني بيشبه ال بيشبه المطابخ الخليجي بشكل كبير. رز طيب بالاجمال. ما تنسى انه تقريبا كمان المطابخ الخليجي مأثره مثلا بايران واليمن وهن نفس الشيء، بس انه النكهه شوي بتتغير 100%. هلا حنعمل نفس الشيء، هي صينيه حناخذ البطاطا المعروق. يعني هلا انا لما اروح على مطعم عراقي بتعرف شو بدي اطلب؟ ايه هلا اكيد هدول يعني مثل الابيتايزرز، مثل ال هودي ابيتايزرز الميزه العراقيه. الميزه العراقيه شو بعد شيء ميزات؟ في عندهم سلطه سماق اللي هي بصل بندوره وسماق بالاجمال. بس سماق كثير كمان مشهوره. ف بس اكيد الاكل مرتكز كثير على الرز. عندهم كذا كذا انواع اطباق رز. فمشان هيك نحن كعرب بنحب هالاكل. مظبوط. هلا هودي حنعملهم، بعدين حنحضر الصلصه اللي حنحطها حضر. وهلا حنحمي الزيت نقلي البطاطا، معروكة البطاطا. معروكة البطاطا، بس قبل كمان نحضر الصوص اللي حنحطها حضر. اوكي. حناخذ البلندر. يعني حتى الصوصات اللي انت عم تعملهم شيف للمعروكة البطاطا او للبتنجان، نحن مثلا فينا نستعملهم بالبطاطا المشوية بالفرن او البتنجان المقلي كمان. حتى هيدي بتشبه كثير الباستو هلا حتشوفيها. حناخذ بقدونس. في كمان مشهورين بالعراق بالورق عنب اسمها الدولمه، يمكن الدولمه التركيه متاثرين فيها من الاتراك. بس مشهوره انا هيك سمعت، هذا من تاثر المطبخ التركي. بياكلوا اكيد محشي. هلا حكي من زعتر معهم، هذا زعتر اوريجانو. مثل شايف انا عرفت سمعت يعني انه الفستق الحلبي استعملوه بالعراق من تقريبا 7000 سنه قبل الميلاد. ايه ممكن، لانه موجود كثير من زمان الفستق الحلبي. مش انه شيء غريب. يمكن نشروه للبلاد الموجوده حوله. بعتقد اخذوه من يمكن من بلاد الفرس. من خلال لانه اسمه فستق حلبي، يعني الحلبي يعني جاي من سوريا، فممكن يكون لانه عنده حدود مع سوريا. اما الفرس اللي اخذوه نعلوه. الثوم. طب هي هيدي الخلطه هيك ولا انه من العراق ولا انت؟ لا من العراق. يعني انا عم بقرا من الكتب طبعاً. مش اوكي. طب انتم مثلا عندكم بالمطعم بتقدموا اطباق عراقيه مثلا؟ اذا انطلب، بس عاده لا ما بنقدم. احنا مطعم لبناني طبعا. عفوا. ملح، بقى اسود. هلا حنعمله مثل عجينه. فهلا هيدي هي السميكة اللي عم نبش عليها. اوكي. حنزيد لها شوية خردل بقلبها. نعطيها هالقوة شوي. نعطيها حدية شوي الخردل. هيك صوص تبعنا خلصت. هلا حنقلي البطاطا. يلا. بدك على الحرارة شوي. البطاطا طبعاً. فحنعملهم لكن شو قلنا بالزيت نقلبهم يتحمروا. بس ما بدنا نقليهم ديب فرايد. اوكي. فينا نحطهم كمان بالفرن اذا بدنا مثلا؟ اذا بدنا فيكي حمريهم شوي هيك بتكرميهم بالفرن. اوكي. اما بتحطي زيت تحتهم زيت فوقهم بتحطيهم على الفرن. اوكي. ما ننسى انه فيها بيض، هي فيها طحين وكعك بقلبها كمان. فحيساعد انه تشد وتحمر بالفرن عادي. حناخذ هلا وحده واحده نحطهم. هلا بس يتحمروا الصوص صارت جاهزه. بس يتحمروا على الوجه، حمرهم الوجه الثاني، بس فينا نقدمهم.
وهلا حنبلش بصحن الريش الغنم مع الرز. حيكون بقلبه بصل، جزر، زبيب، فستق حلبي ولوز. بعدين الأكيد اللحم والرز. البهارات هن بالإجمال كمون وحب هيل وملح وبهار أسود. وشوية كركم. أول شيء حنحط زيت نحمر اللحم شوي قبل. هلا حنحمر اللحمة شوي. يعني احنا مثل ما بنعرف انه العراق بتمتاز ب بعدة اشياء، مثلا عندهم صحراء، عندهم طبيعة متنوعة، الطبيعة المتنوعة، الانهار، المطارح الخضراء الكثير حلوة، واكيد هن بيشتهروا بتربية المواشي، الاغنام، الابقار وحتى الجمال. من الاكل المأكولات الأكثر شيء بيكلوها هن اللحوم أكيد، جميع أنواع اللحوم وكمان الأسماك ما ننسى. هن حتى بيعملوا يمكن مدفون أو شيء من هالنوع شيء ولا؟ أكيد ولا. في شيء بيشبهوا عندهم. إيه. بس ما إجباري نفس اللي بنعرفه نحنا. إيه. لأنه كمان هيدا من التراث العربي، من تداخل الحضارات العربية مع بعضها. أخذت عندهم أكل بيشبه أكل الشامي، عندهم أكل بيشبه أكل الخليجي، عندهم أكل بيشبه أكل التركي. والزراعة إجمالاً صوب الأنهار. أكيد على المحل فيهم أنهار. إيه. هلا هي عم تحمر اللحمة. طب شو في اكثر انه غير التمر؟ طبعا احنا بنعرف انه عندهم تمر كثير طيب بالعراق، شو في غير التمر زراعات؟ هلا على الانهار في زراعه كل شيء، من الخيار، من كل انواع الزراعة. الخضروات. الخضروات اكيد لما عنده منطقه خضراء كبيره فبيزرع كل شيء، وما ننسى الزراعه الحيوانيه كبيره والاسماك. الاسماك من الانهار، الاسماك البحريه، سوري النهريه. اي النهريه. نقلب اللحمه تحمر شوي، بالوقت حقلل البصل، حقطفهم بصله. فبصل. هلا حنحط شوية حب هيل على حتى البهارات اللي استعملوها شيف. شو بتمتاز عن غيرها؟ نفس البهارات اللي استعملها نحن، اكيد اللي بيستعملوا، بس يمكن انا ما بيستعملوا كثير هيل او بلا، بالعكس بيستعملوا هيل، بيستعملوا لومي. ايه بيستعملوا كل شيء البهارات، لانه هي مبدئيا البهارات انتقلت على كل الدول العربيه من خلال التجاره. الناس بيستعملوا نوع بهار اكثر من غيره، بس بيستعملوا كل البهارات اللي نحن بنستعملها. هلا حشيل اللحم شوي. اوكي. نقلل البصله. هناخد بصلة هلا ونحطها بنفس ال هلا اجيب الملعقة الخشب. بدي ساعدك شاف، يعني قلتي او قلت لا ساعدتي مثلا هم بنزل عليهم، بس اكيد ما تمسكي هي بايدك عم تشوفني، عم تمسكها هيك نحن عم نحرك. خف علي الحرارة شوي، نزلها شوية زيت. زيت ببرد كمان، لما تكون كثير حاميه ببرد شوي. حناخذ جزره نبرشها. هو الشعب العراقي بيمتاز بالطيبه والبساطه، فعلا شعب كثير محبوب. يعني انا عندي اصحاب عراقيه، فعلا شعب سهل التعامل معه. فعلا هلا حنحط الجزائر. هاي مع بعضهم. يعني عم نشوف نحن من خلال الاطباق اللي عم تقدم لنا اياهم شيف قد ايه هيدا المطبخ متنوع سلس، انه في مطابخ امرار مثلا بتحسها شوي معقده او شوي احنا بنشوف مثلا انه الطعمات ما بنعرفها عرفت كيف، بس لا انه هلا من مجرد المكونات اللي حضرتك عم نحطها عم نشوف انه لا الطعمه سهله بنعرفها ممكن ندوقها. يعني انا مثلا امرار اذا كانت الاكله الانجريدينتس او المكونات تاعولها شوي صعبه، البهارات شوي صعبه، انه لا بتحفظ انه ندوقها، بس هالمكونات سهله وموجوده. اكيد هذا من تراثنا حتى، يعني مش انه غريب علينا. اكيد الشيف حريص انه يقدم لنا اطيب الاطباق العالميه وحتى من المطابخ العربيه المجاوره
بطريقه كثير سهله وسلسه. ممكن يستبدل الاشياء الانجريدينتس او المواد الصعبه بمواد موجوده عندنا بالمطبخ ونحن نتقبلها اكثر. هلا حنحركهم مع بعضهم شوي، حنحط معهم اكيد شوي كمون، قليل البهارات معهم. بس هلا خلينا شوي هدول الالوان حلوه شايف؟ ايه هلا خلينا نريحهم شوي ليدبلوا مع بعض. مشان نعمل حدا رز هيدي صح ولا لا؟ هي رح نعملها برز هيدي. اه اوكي رح نعمل هلا رز حدا. كمون، حب هيل، اسود، ملح. كمان هن كثير عندهم الرز اكثر من الخبز يمكن ولا لا؟ عندهم خبز، خبز بيشبه الخبز الايراني كثير بيستعمل، بحطوا حضه حتى دبس مثل شيء يغطوا فيه ياكلوا معهم. وعندهم الرز بسموه التم، تم بالدجاج، تم بالجزر، تم باللحم. ف كمان من الوجبات الاساسيه. هلا حنحط اللحمه معهم على جديد. كمان فينا نستخدم مثلا سمك او دجاج، فينا او مثلا حتى لحمه فيليه اذا نحن عم نحب الريش. 100% لانه هيدي ريش شغله بروح مع اللحوم اكثر مش سمك، هي الطبخه. اوكي فافضل من اللحوم. هلا حنحط عليها المي تغلي مع بعضها بالفرن صح؟ ولا هون؟ حنقطع بندوره، بنحط معها بندوره، نحط الرز نفوت على الفرن. هلا بس تغلي بندوق نرجع الملح والبهار تبعها. انا افتكرت انه رز لحال لا بقلب بعضها مثل مثل الكبسه شكلها. حلو. قد ايه عم تعطينا شيف افكار؟ يعني نحن كنا انه مثلا انا وكثير سيدات مثلي مثلا اخذين الكبسه او الرز بس بحصرينها ببهارات معينه، بفكره معينه، بخضار معينه. لا انت عم تعطينا افكار كثير كثير عديده وكثيره. كيف نستخدم مثلا اشياء جديده، مثلا اليوم قلينا الجزر مع البصل. حتى هيدا اللي عملناها تشبه المطبخ الافغاني. الافغاني بيستعملوا البصل والجزر والزبيب مع بعض. تشبه كثير المطبخ الافغاني. يعني فينا احنا مثلا ننوع مثلا بطريقه الرز اللي بنعملها، نحط نفس المكونات 100% 100% وهيك نكون احنا عم نغير شوي البهارات. اكيد بتغير من طبخه لطبخه، بس مبدئيا كله بيشبه بعضه. حنحط هلا بندوره معهم ليغلوا. هلا انا اكيد الوصفات بعملهم قد ما فيني، كمان بجرب حافظ على تراث البلد، تاريخ البلد كيف بيعملها مزبوط قد ما فيني. اكيد انا مني من كل بلد طبعا، بس بجرب قد ما فيني احافظ على التراث تبع البلد. اكيد اكيد وبشوف الطريقه الاهين تنعمل بالبيت بلا ما يكون فيها بقلبها تعب زياده اما وجع راس زياده، مشان نقدر واحد يعملها. يعني انا قبل ما نكون نحن مثلا ببرنامج مطبخنا اكون عم فتش على طبخه على اليوتيوب مثلا، يطلع لي كذا فيديو، صير برم بين فيديو وفيديو لفتش على الطريقه الاسهل، لانه امرار في فيديوز بتكون يعني صعبه، طريقه الشرح صعبه، المقادير صعبه. فهيدا الشيء اللي نحن عم نعمله من خلال مطبخنا، نقدم قد ما فينا اطباق طيبه بس ببساطه. هلا حندوق الملح والبهار طبعا. كيف؟ بدي شوية ملح بعد. أكيد ننتبه نحن وعم نزيد الملح، لأنه نقص الملح أحسن ما يكون زايد. 100% حنزيد عليها شوية كركم لياخذ لون. هي من عندي أنا. بحب ال كركم. حنزيد الرز عليها. شو الرز عم تستعمله؟ بسمتي. بسمتي ومغسل، ونحن بننقعه قبل شاف بس ربع ساعة نغسله 3 مرات. اوكي بننقعه ربع ساعة، نغسله 3 مرات اكيد لان شوي نشيل من النشر نشويات اللي بقلبه. نرجع بننقعه ربع ساعة لتطلع الحبة تبعه شوي، اكيد المي باردة مش بمي سخنة، لانه اذا مي سخن بينطبخ خلص ببطل فيك تحط المقادير تبع الطبخة. مزبوط. هلا مبدئيا غزنا صار جاهز. وصفينا فوتو على الفرن، غطيه بس يطلع من قدمه. وصحتين. وصحتين.
وهلا حنعمل الكليش العراقي. اوكي. يعني كلمه كليشي كانها عم بقول كليج، بس هي عجينه معموله من طحين زيت زيتون وحليب بس. بنخلطها بعدين بنعملها حشوه، حنعملها جوز الهند، زبيب، فستق حلبي، شويه سكر، نحشيهم ونحطهم على الفرن. اوكي. هناخذ اول شيء نبلش العجينه. جد. يعني شيف سبق وذكرت انا عن المقادير اللي كانت موجوده قديما واللي لقوهم قديما، يعني مكتوبين على الصخر او بطريقه الكتاب المسماريه. اي تقريبا موجوده شيف من اكثر من 1900 سنه قبل الميلاد، وبيقولوا انه هيدي الكتابات او هيدي الوصفات من اوائل الوصفات الموجوده بالعالم، يعني اساس الطبخ موجوده بالعالم. مثل ما قلت، مثل سبق وذكرت انه هن كاتبين الاكلات المهمه، الاطباق المهمه اللي كانوا يستعملوها بالاعياد بالاعياد والمناسبات الدينيه. نايس انه واحد بيشوف شغله عمرها هالقد قديمه فعلا. وحتى يعني مثل ما نحن بنعرف وبنشوف يعني تاريخيا كيف كان في نزاعات على الانهر او على ضفاف الانهر، لانه انا بتعرف انه في حياه زراعه ممكن اكيد اللي كان يعيش على النهر هو كان يربح الحرب كلها، يعني مزبوط ما بيعطش زراعه، عم بيربي القطيع تبعه بكل سهوله. مزبوط مزبوط. يعني اكيد الحروب صارت بكل العالم، كان في كثير نزاعات شاف على نهر الدجله والفرات بين في بعد كده حدود يمكن بين بلدين يعملوا حرب عليها على طول. مزبوط مزبوط. وحتى كان اسمه هذا النهر هو النهر الكبير. اها. اللي بينبع من ارمينيا. ايه مزبوط، من ارارات، من جبل ارارات. يعني نحن من خلال مثلا البلدان اللي عم نزورها، من خلال برنامج مطبخنا والاطباق اللي عم نتعرف عليها كمان بنفس الشيء، يعني بنفس الوقت بطريقه غير مباشره عم نتعلم تاريخ هذه المنطقه، الحضارات اللي مزبوط سكنت بالمنطقه، التاثرات المطبخيه او تاثرات البلدان اللي حول هذه المنطقه. فهذا الشيء كثير حلو. يعني ما ننسى انه من زمان اكيد كان كله، يعني كله كان حروب دول بتقتل بعضها لتاخذ من بعض عندها، هي انه سيطره اجمالا والتاريخ انتقل هيك وهيك. هلا العجينه هيدا حنريحها بالبراد شوي، نرجع نعمل منها بعدين عجينه صغيره. هلا حنعمل حشوه العجينه لنحشيها. حناخذ جوز الهند، في نحط فيها جوز، في نحط اذا بنحب شيء ثاني لوز، انا حط زبيب وفستق حلبي بقلبها. حتى يعني شاف بيمتازوا بالعراق بالرز يلي بيزرعوه على ضفاف نهر دجله والفرات. ايه لانه عندهم حتى الكينا بعتقد ايه هن عندهم مزرعه كثير رز لانه عندهم مي كثير بالنهر، وفي كثير اشجار مثل الصفصاف بعتقد هن يمكن من الدول الوحيده العربيه اللي بيزرعوا رز. مظبوط، لانه ارض كثير خصبه بالمنطقه هون. حط معه شويه زيت، عجينة مزبوط. ولا السكر حينخلط مع الجوز الهند والفيل. يعني ممكن هيدي هي هيدا حلو من اشهر الحلويات الموجوده بالعالم. لا مش من اشهر، بس هيك شفتها مهمه انه اسمها حلو وسهله العمل، حتى بايت وحده غير اللي بده، فقلت بعملها. حتى الباذنجان اللي عملناه شاف وفركة بطاطا، شو اسمها؟ معروكة البطاطا. معروكة البطاطا كمان بينعملوا بايتس 100% بس منا. ايه هلا حنجيب العجينه نرقها وبلش نحشيها. يلا حنقطعنا. ايه خليني اساعدك شيف هلا، بس لتفرجيكي وحده كيف. ايه انا بعمل. اوكي حنعمل هيك، شفتي كيف العجينه؟ حناخذ شويه حشوه حد بقلبها كانه مثل القطايف، هي زيتها حتذكرين بس هيك. يلا ماي تيرن. ايه بس خليني اكمل لك اياها بس. حاعطيكي تعليمين كلهم هيك. انا برتاح بحط بتقتنع اكثر انه اروح معك على المطبخ شوي مع الشوكه هيك، اكد من العجينه تذكرت سكرت على بعضها. بدنا نحطهم هون. يلا انا يلا هيك صار عندنا رز جاهز، الباذنجان جاهز، البطاطا المعروك جاهزين. هلا عم نحضر الحلو، بتخفي شوي حتى تلزق العجينه، ما بتخلي على طول مجال بين العجينه. يعني بعد 10 سنين اكيد تروح مع المطبخ. لا شيف ما فيك تقول لي هيك. هلا كيف حتسكر العجينه هون؟ تسكر بطاطا يمكن انت عم تعمليها قصدا هيك لطريقتك انت، ما بعرف كالعاده.
اوكي اكتب مزبوط انه الزاويه سكرت مزبوط كمان. حبيتيها القصة سهلة. على فكرة فكرة قطايف ايه بس العجينة انه فيها زيت زيتون طعمتها غير بتطلع مثل مثل حتى نحن اذا بدنا ننوع بالقطايف فينا نعمل نفس ال هيدي عجينتها بتطلع بسكت يعني مثل مثل البسكويت طيب حتطلع مش مش مثل العجينة القطايف دغية. هلا هيدي اخر وحده بعد وحده كنا عزبناكي معنا شفت انا شو شاطره كثير شاطره عفاكي. المهم المهم هلا انا عم راقبك لانه المهم لما اكون انا مش معك شو حيصير. طب اذا بدك جنار اذا كان عندك شغل برا قل لي انا بعتني على المطبخ بدل اذا بدك الشغل بعتني. اوكي اخر وحده كبسيها شوي اهم شيء نسكر الزاوية منيح. هلا حطيها بالصينية هاي خلصت هون صار فينا نفوتها على الفرن على حرارة 180 درجة قديش تقريبا شي بدهم شي 8 دقائق تقريبا يلا ننتبه أهم شي على وجهنا. هلا مبدئيا بستوي الديسير بصير فينا نقدمه مساحتين. هيك خلصنا اليوم خبرينا شو عملنا اليوم عملنا باتنجان باني اها معروك البطاطا مع الصوص لحد الدب اها عملنا رز مع ريش الغنم صح واخيرا عملنا حلو على الطريقه العراقيه مع جوز الهند وزبيب وزبيب صحتين على قلبك شاب ان شاء الله تكونوا حبيتوا هالاطباق العراقيه اللي قدمناها اليوم ما تنسوا الوصفه الكامله موجوده اونلاين انا وشاف بنودعكم بشوفكم بحلقه جديده باي.